وانت تتجول في أجنحة وقاعات المنطقة الخضراء هيقابلك جناح الأزياء اللي مليان منتجات وتصميمات معاد تدويرها صديقة للبيئة، وده بعد ما كانت قطع قماش ونفايات بلاستيكية وغيرها. تعالوا نشوف جناح الأزياء عبارة عن إيه. بوش مانجمنت، احنا دايما بنعمل ايفنتس، كل ايفنتس ليها علاقه بفاشن في مصر احنا دلوقتي متخصصين فيها. كانت فرصه طبعا رائعه من وزاره البيئه ان هم ان احنا نقدر ننضم ويساعدونا ان احنا نعمل نوري للعالم كله ان عندنا في مصر قد ايه مصممين ازياء كتير جدا. كل الحاجات اللي بيعملوها من زمان كمان واحنا كناش عارفين بتحافظ على البيئه، وبيستخدموا بيعملوا ريسايكلينج، بيعملوا ابسايكلينج، بيستخدموا الحاجات القديمه، لدرجه ان في جالنا ناس من الأرياف هم بيستخدموا كل الأصائيس القديمة اللي عندهم عشان يعملوا حاجات مختلفة وحلوة جدا. وكل المعروضات دي قدرنا ان احنا بمساعدة وزارة البيئة ان احنا نعرضها هنا ونعرضها تكون واجهة والناس كلها تشوف في مصر في ايه. كل دوت هدفه ان احنا نقلل طبعا استهلاكنا، ولان الفاشن والنسيج ده جزء جامد جدا، يعني بنأثر ب 80% من الانبعاثات السي او 2 الكربون دايكسايد بس. وممكن انتوا اكيد هتشوفوا هتاخدوا رفة وتشوفوا في ايه وعاملين ايه، وحاجات هتعجبكم كلها، والناس كلها داخله بتتفرج ومنبهره من الازياء واللي موجوده. احنا دلوقتي عملنا كولابوريشن مع الوزاره ووزاره البيئه ومجلس التصديري والكوتن اسوسيشن وبوش مانجمنت، وجايبين ديزاينرز من مصر كلها، كل السستينبل ديزاينرز، وجايين بنعرضهم في كوب، ومعانا بقى كل الانواع الخامات السستينبل اللي موجوده. في برضو معانا ديزاينرز حاطين منتجات معمولة من قشر البيض على قشر بتاع كل الناتس. احنا تقريبا معانا 19 ديزاينر مختلفين من صغيرين لكبار، كلهم مختلفين، كلهم عندهم ايدنتيتي مختلفه وفكر مختلف عن السستينابيلتي. يعني احنا مشاركين النهارده في قمه المناخ بمن الملابس اللي قدرنا نعملها من فائض الملابس القديمه جدا اللي عمرها ممكن يبقى فوق ال 100 سنه 120 سنه، في حاجات عندنا فوق ال 150 سنه. الحقيقه هي بعض الملابس القديمه بتاعت جده الجدات اللي قدرنا ننقذها وناخدها ونستخدم منها الجزء السليم في ان احنا نعمل براند مصري كامل المصرية بأيدي مصرية. كل قطعة بتكون فريدة من نوعها لانها معمولة من قطعة فريدة من نوعها، وبنقدمها للجمهور علشان طبعا يتفرج عليها ان هي سستينابل فاشن او سلو فاشن زي ما بيقولوا، النوع الجديد من الازياء تحت اسم ماركة يعني مصرية باذن الله ان شاء الله توصل للعالمية.